الفكرة جات من انطلاق يعني المشاركة المتميزة ديال المنتخب الوطني المغربي اللي مشى مزيان في هذه المنافسات ديال كأس العالم قطر 2022، وجاتني الفكرة لما لا عندي لا ماشين في الدار، لما لا ما نصايبش واحد المجسم ديال كأس العالم. بطبيعة الحال جات الفكرة هكا عادي يعني صافي، ومشيت بحثت حيت المراحل ديال الانجاز ديال هذا المجسم ثلاثي الابعاد كتدوز من بزاف ديال المراحل. المرحله الاولى هي انك تصايب واحد يعني تصميم ثلاثي الابعاد. بطبيعه الحال هذه المرحله صعيبه بزاف وغتاخذ بزاف الوقت. يعني مشيت للانترنت يعني حملت واحد المجسم ثلاثي الابعاد اللي قلبت عليه بزاف باش نلقاه. بطبيعه الحال المراحل كتدوز من بزاف ديال البروغرامات في البي سي، من بعد كتدوز للمرحله ديال لا ماشين اللي كطبع بتقنيه ثلاثيه الابعاد. بطبيعه الحال هذا النوع ديال الالات اللي كتستعمل بزاف ديال المجالات، اي مجسم ثلاثي الابعاد تقدر تصايبو. هذا النوع ديال الالات راه متاحه بطبيعه الحال، يعني ممكن تشريها من على برا. يعني شريتها انايا ودرت ليها المونتاج بنفسي، يعني المونتاج ديالها ساهل، غير هي الخدمه ديالها كتطلب تقن بزاف ديال المهارات بما فيها بزاف ديال البروغرامات اللي كتخول لك انك تشغل هذه الاله. يعني المعلومه ديالها راه متاحه في الانترنت بطبيعه الحال لاي واحد بغى انه يمشي في هذا الدومين. وبطبيعه الحال اللي زوين في الامر اننا بالمزامنه مع العمل ديالي، فهذا النوع ديال الالات كنستعمله في المجال شبه طبي، بحيث انه بزاف ديال يعني الاجهزه الاصطناعيه كيخصونا بعض يعني بعض الاجزاء. فبطبيعه الحال بالالمام ديالي بهذا المجال كندير التصميم ديالها ثلاثي الابعاد وكنستخرجهم ولا كنصنعهم بهذا النوع ديال الالات. وبطبيعه الحال اللي كيقدموا واحد الخدمات زوينه وكيتقاموا علينا رخاص، بحال مثلا كاين بعض الاجزاء اللي ما كنلقاهمش متاحين. بحال مثلا بحال هذا الشكل مثلا بحال يعني هذا الاختيز هذه اللي كتستعمل الدراري الصغار. فبعد يعني فاحنا صايبناها من اطل طل الزيت، يعني بحال مثلا هاد لي بيس هادو، فكنصايب لهم تصميم ثلاثي الابعاد وكنستخرجهم بهاد لا ماشين هذا وهي خدامين بطبيعه الحال. صناعه مغربيه بطبيعه الحال، الالات راه هي مستورده. كاينين شباب اللي كيصاوبوهم يعني محليين، غير هو الاجزاء ديالها كتكون مستورده. بحال مثلا هاد لا ماشين هادي فهي مستورده بشكل كامل، وكيتم يعني التركيب ديالها محليا، والخدمات كلها راه كدار بطبيعه الحال محليا. بطبيعه الحال المنتخب الوطني قدم واحد المشاركه متميزه في التصفيات ولا منافسات كأس العالم قطر 2022، وبهذه المناسبة كنتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله في المقابلة اللي غتقام غدا إن شاء الله ضد المنتخب الإسباني. وكنتمنوا وكلنا متفائلين أن المنتخب ديالنا غيقدم واحد مباراة قوية وغادي يعني تختم بالفوز إن شاء الله وندوزوا للدور الموالي، وإن شاء الله نبالا أننا نتوجوا بكأس العالم. وإن شاء الله إحنا متفائلين وإحنا كاع أنجزنا واحد مجسم، لما لا يعني حتى حاجة صعيبة، وإن شاء الله غيتوفقوا إن شاء الله في هذا المونديال هذا.